لطفية النادي، أول امرأة في مصر وفي أفريقيا وتاني امرأة على مستوى العالم قدرت تسوق طيارة بشكل منفرد. سنة 1932 اشتغلت لطفية النادي سكرتيرة بمدرسة الطيران عشان تقدر توفر مصاريف تتعلم بيها الطيران اللي كان حلم بالنسبة لها، وبدأ زمايلها المصريين والإنجليز يعلموها الطيران في مطار ألمانيا. بعد فترة من التدريب حققت لطفية النادي حلمها، وكانت أول امرأة تقود طيارة بين القاهرة واسكندرية وهي عمرها 26 سنة. أجمل اللحظات اللي عاشتها لما خدت والدها في رحلة على طيارة بتقودها بنفسها، وساعتها اقتنع إن بنته تقدر تشتغل الشغلانة اللي كان رافضها في الأول.